ورجعنا لكم مره تانيه، وهنتكلم النهارده موضوع حلقتنا عن الشعر. طبعا كتير مننا بيعاني من تساقط الشعر والقشره وحاجات كتير جدا. اهم يعني هنعرف ازاي نحافظ على شعرنا، وازاي نحافظ على المنتجات اللي احنا بنستخدمها للشعر، وايه هي المطلوبه اصلا. معانا معاكم النهارده مس نجوى، ميك اب ارتست واكبر وليها اكبر صفحه على اليوتيوب. ازي حضرتك يا استاذه نجوى؟ اهلا، ازيك؟ منوراني يا استاذه نجوى. اسلمي لي، نورك. يا استاذه نجوى، عاوزين نفهم بس ان انت ابتديتي قص الشعر. طبعا ده هو انا ابتدي قص الشعر ازاي؟ قص الشعر المفروض بيبقى في توقيت شهر عربي، دي اول حاجه. بنحافظ جدا ان لما باجي اقص الشعر لازما ببخ الاطراف، او تبقى الاطراف منديه كده، بحيث ان لو في تقصيفه في الشعريه من تحت ما تتماداش معايا. يعني لو قصيت الشعر وهو ناشف تفضل التقصيفه تتمادى معايا. برضه مس نجوى، من امتى يعني امتى احس ان هو عايز يتقص؟ امتى اعرف بتحس الطروف من تحت مش سوى بعضها مقصفة؟ لو الشعريه مقصفه جامد معاكي وجيتي تقصيها وهو ناشف، ايه اللي بيحصل؟ التقصيفه دي بتفضل تتمادى معاكي، تتمادى معاكي بقى لغايه ما تلاقي، بصي شعرك عامل زي الددرجيه كده، مقصف بطريقه كبيره جدا، مش حلوه، مش حلوه. لازم في حاجه اسمها كريم تطريف ترميم للاطراف بتاع الشعر. ده بنستعمله للاطراف مخصوص، للاطراف يعني بترممي بيه الاطراف بس. ده بيبقى استعمله مثلا مرتين في الاسبوع، زي دهان كده، بس بيبقى اكيد اكيد بيحفز نمو، بيحفز نمو الاطراف شويه، بحيث ان البروتينات اللي فيها يعني ايه تنمو بطريقه طبيعيه. طيب كتر الميه بيبوظ الشعر؟ طبعا الميه بتاعتنا فيها نسبه كلوريد عاليه جدا وفيها املاح. بس طبعا احنا في توقيت الصيف انا ما بقولش ما تغسلوش، بس طبعا بنحط عازل. العازل اللي هو بتبقى سيرم او كولاجين طبيعي، بيبقى دهان كده، وبتغسلي بعدها او بتنزلي البسين. ده الكلام ده لو انت هتنزلي البسين بتحطي عازل، ممكن تلبسي اللي هو البنيه. غسيل الشعر بقى ممكن تستخدميه، يعني يبقى غسيل الشعر مرتين ثلاثه في الاسبوع كفايه قوي. طيب في سؤال في سؤال استاذه نجوى، هل انا لو كل شهر اقص شعري، هل قص الشعر بطريقه منتظمه ده يحفز نموه يخليه يطول؟ يعني زمان كانوا بيقولوا لا عشان الشعر يطول قصيه. اكيد طبعا، اكيد. ايوه طبعا، اهتم بقص الشعر بس في شهر عربي. في شهر عربي ويفضل ان هو يبقى كل 40 يوم. وما بتقص الشعر طبعا نصيحه مني، ما تشيليش شعرك ترميه في الباسكت زي ما بنعمل كالعاده. اما نرميه فين؟ هو افضل حاجه، محدش يقول ده عاده تقليديه، بس دي حقيقه فعلا. احنا ككوفرات بنحتفظ بيه، بيبقى في كيس كده، وبنربي الكيس في الميه، يعني في ميه جاريه كده او حاجه، عشان يطول بطريقه سريعه. وكتير مننا بيرميه في الباسكت اكيد. كلنا بس ده غلط. ده غلط فعلا، دي حقيقه. بيعجز فعلا الشعر. طيب برضه في من الاسئله اللي جات لي لما عرفوا ان حضرتك النهارده معانا، طبعا احنا في عيد والناس كلها بتجري على الكوفرات والسناتر بيصبغوا، فمن ضمن الاسئله اللي جات لي مس نجوى، انا كل شويه اصبغ شعري ومفيش يومين ثلاثه والاقي اللون غير، او عايزه احافظ على الصبغه، ازاي احافظ على الصبغه الجديده؟ بصي يا هند، صبغه الشعر اللي انا لاحظته ان الكوفرات كتير جدا بتصبغ بطريقه صعبه قوي، بطريقه مش حلوه. موضوع انك تشقري الشعر ده وبعدين تدي الصبغه، لا ده اكبر غلط. يعني انا ما بحبش استعمل الطريقه دي خالص في الصبغات، انا ما بحبش اشقر الشعر نهائي. انا ابص للشعريه، لو حسيت ان الشعريه مستحمله صبغه بصبغها، بس بصبغ دايركت بالصبغه على طول، من غير اكسجين ولا تفتيح ولا الكلام ده خالص. ليه؟ علشان احافظ على الشعريه لابعد الحدود. بتجيب نتيجه؟ ايوه طبعا بتجيب نتيجه، وبعمل الالوان والدرجات اللي انا عايزاها. لو حد جالي وعايز يعمل اللي هي الخصل الزيتوني مش عارفه ايه ديت، طبعا بنستعمل لها تشقير، تفتيح وكده. بس انا لو حسيت ان الشعريه اللي قدامي بتستحمل بعمل، لو حسيت ان هي مش بتستحمل طبعا انا ما بعملش. بس للاسف جميع الكوفرات
بتستخدم الاكسجين علشان يفتحوا في شعر. في اكسجين اجنبي، في اكسجين اجنبي مستورد هو سعره عالي اي نعم، بس بيحافظ لي على شعر العميله. انت كده انت بتعملي اسم لنفسك وبتعملي سمعه لنفسك. والله انا جالي شعور السنه دي كلمه متدمره من الصبغات والاكسجين، ودي قليله الكلمه قليله فعلا حقيقي فعلا. حقيقي شعرايا تلفانه تلفانه بطريقه، حتى بعد ما عملت لها الفيلر وكل حاجه والنتيجه الحمد لله ممتازه وكله، بس انا زعلانه عشان الشعرايه تلفت من البدايه. خصله الشعر البدايه اساسا بتبقى عامله زي الاستك كده، تيجي تمسكي الشعرايه تلاقي الشعرايه عامله معاك زي الاستك. مع مرور الوقت بيتساقط. اه طبعا بيتساقط. استاذه نجوى، الشامبو والحمام كريم مفيد جدا للشعر؟ بصي الشامبو بس بدون صوديوم، بكررها تاني وانا قلتها الحلقه اللي فاتت، الشامبو يكون بدون صوديوم. في انواع معينه، في انواع معينه وفي انواع ممتازه جدا، وانا دايما بنصح بنوعين. ممكن اقول انواع ولا ايه؟ اكيد طبعا. في الجي كي، في الجي كي، وفي تريزمي، في المهير، في انواع كتير كويسه. الانواع ديت فعلا من الانواع الممتازه لانها خالي صوديوم، خالي صوديوم يعني بتحافظ لي فعلا على الشعرايه. نسبه الصوديوم اللي في الشامبو هي اللي بتدمر لي الدنيا وبتهيش لي الشعرايه وبتعمل فيها تساقط سريع. الحمام الكريم ما هو مجرد الا غلاف للشعرايه، ما هو مجرد الا غلاف للشعرايه، وبقولها وبكررها تاني لان في ناس تقول لك حمام الكريم هيظبط لي الدنيا. يا جماعه حمام الكريم مجرد غلاف للشعرايه بيطريها فقط لا غير. مع مرور الوقت الغالي خلاص زي النوع الاقل منه في السعر هو كله بيدي نتيجه واحده، بس بتبقى الفرق في الماركات. القشره بيعاني منها كتير جدا، مش عارفه ايه اسبابها اصلا، يعني سواء بنات كبار صغيرين بيعاني منها حاليا القشره. بصي بطبيعتنا كبنات يعني تقعد تقول لك انا هحط سيرم وهحط فازلين وهحط زيوت وهحط مش عارف ايه، ده هيظبط شعري جدا وانا هستخدم زيوت طبيعيه وشعري هيبقى زي الفل. طبعا الفكره دي غلط من اساسها. الزيت يا جماعه بيستعمل على الشعر لمده ساعتين، انا قلت ساعتين، ساعتين والشعر يتغسل. لو قعد اكتر من كده ده سبب ان هو شعري يبقى فيه قشره. كون ان انا اقعد بالثلاث ايام او الاربع ايام ما اغسلش شعري ده سبب ان احنا شعرنا بينفذ يعني طبقه الجلد بتاعتنا رباني كده بتنفذ بروتين طبيعي. ماشي، بتفضل على الشعر مده 24 ساعه لغايه ما تنفذ الطبقه اللي وراها. تمام، سبحان الله. دي طريقه طبيعيه كده من عند ربنا. المفروض احنا بيعدي يومين او يومين ثلاث ايام بالظبط واغسل الشعر، اغسله بقى كويس، مش اغسله كده واشطف، لا بغسله ضوافري دي تتغلغل في فروه الراس وادعك شعري كويس جدا من الارضيه بتاعت الشعر لما لاطراف شعري. اللي احنا بنعمله بقى ان اي حد بحس ان هو بيغسل شعره، يعني انا لما اقول لعميل اغسلي شعرك بحس ان هي بترغي الشامبو كده من فوق وخلاص انتهى الامر على كده. تفضل بقى الطبقه اللي تحت متراكمه تتراكم مره في مره في مره، خلاص بقت قشره. وفي ناس بيبقى عندها القشره دي عباره عن طبقه عامله زي العجينه كده، دي بتبقى ليها عوامل رئيسيه ومن ضمنها غسيل الشعر، ده عامل رئيسي لازم نغسل شعرنا كويس. في حاجه بقى في حاجه كنت عايزه اقولها، الشاور برضو. لا في حاجه طبيعيه هي ممتازه جدا في القشره، هي دي وصفه طبيعيه غسيل الشعر، بس هي الوصفه دي اتعمل مره واحده وبس، مش هتتكرر اكتر من كده عشان برضو ما نضر شعرنا. خل التفاح، خل التفاح، بجيب 5 غطيان خل تفاح على ازازه ميه دافيانه وبغسل بيها فروه الراس كويس جدا. بلاقي القشره بقت ايه زي الفل. حلو قوي، احنا اول مره نسمع الوصفه دي. الكرياتين مفيد للشعر؟ الكرياتين الطبيعي، بصوا انا هقول لكم في حاجه كنت عايزه اتكلم عليها النهارده. اتفضل. انا ما بشتغلش بروتين، انا بشتغل فيلر، فيلر وبوتكس. في حاجه بقى ميزه بقى من مميزات ماده الفيلر، ودي مميزات جميله جدا. الفيلر ده نقدر نقول ايه احدث صيحات في فرد وعلاج الشعر وكل حاجه ممتازه. هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن مستخلصات طبيعيه، مستخلصات طبيعيه من ضمنها ماده الزنفلين، ماده الزنفلين والكرياتين. كل دي مواد طبيعيه بتبقى داخل ماده الفيلر. وزيت شجر الارجان،
زيت شجر الارجان، دي مميزات ماده الفيلر. تمنع التساقط، بتفرد الشعر بنسبه 100%. احنا حاليا عندنا صور بتتزعر هوا، فعاوزين حضرتك تشرح لنا ايه الصور بتاعت الشعر. اللهم صل على النبي وبارك فيه. بتتكلم عن الكرياتين. عن الكرياتين، انا بتكلم ان ماده الفيلر فيها كرياتين طبيعي. مادة الفيلر فيها كرياتين طبيعي، وفيها زيت شجر الأرجان، وفيها مادة الزنفلين، كل دي مواد طبيعية. مادة الفيلر بتساعد على إملاء الفراغات في الشعر. وبتمنع التساقط، وبيحصل تطويل للشعر في فترة قصيرة جدا. بالإضافة لأمبولات معينة كده بديها للناس اللي بتعمل جلسات معانا. دي ممتازة جدا، يعني بتجيب معاهم نتيجة يعتبر من أول 10 أيام. حصل تفاعل كتير يعني على الموضوع دوت، إن هو بدل ما يروحوا يعملوا حاجة مدرة لا بيلجأوا لك وتعملوا من الموضوع ده بينجز معاهم. الحمد لله، يعني عشان أنا ما بشتغلش بروتين فالحمد لله. مع إن في ناس برضو كتير بتشتغل بروتين، كله شغال على البروتين. بس أنا بس نجوى الاستشوار. الاستشوار جدا بيقول الاستشوار مدرب. بصي الاستشوار في حالات حالات، يعني في جلسه عندي، في جلسه بتبقى جلسه علاجيه تمام، بحتاج بعدها الجلسه العلاجيه دي بحتاج بعدها هواء سخن. الهواء السخن ده بيبقى عباره عن مره او مرتين بالاستشوار، مش بفرد فرد يعني، لا انا بدل الشعر بس هواء سخن. في ناس دايما بتستخدمه على طول تجفيف شعرهم، على طول يجففوا شعرهم بالاستشوار. لا انا لو هجفف من الميه بجفف بهواء بارد تمام. او اما لو انا هستخدمه عشان يفتح لي المسام علشان اعرف اكمل الجلسه بتاعتي، فانا بستخدم هواء ساخن بس مش اكتر من كده، لكن ما يبقاش استخدام عمال على بطال يعني. طيب في حاجه بقى انا عايزه اعرفها منك، الحاله النفسيه بتاثر على الشعر؟ طبعا ده اكيد جدا. يعني حالة انا نفسية. اسمع ان شعري بيقع، انت زعلانه من ايه؟ في حاجه مأثره عليكي؟ معقوله؟ اكيد طبعا الحاله النفسيه بتاثر فعلا على الشعر بطريقه. طب معلش هو ايه علاقه ده؟ الحالة النفسية طبعا الحالة النفسية بتأثر على الجسم كله مش على الشعر بس. وهتلاقي دايما تحت العين يبقى اسود، وهتلاقي في مضاعفات في وشها، وشها دبلان، شعرها بيتساقط من غير اي حاجة خالص. في حاجة برضو بالنسبة لتساقط الشعر بحب انصح بيها، الاكل. ما نحطش نفسنا في ان احنا ناكل بناكل وبس. لا احنا لازم ناكل الحاجات المفيدة للبشرة، المفيدة للشعر. تمام. وحاجات فعلا هتفيدني، يعني مثلا عندك الحديد ده عامل اساسي في سقوط الشعر، لو في عندي نقص في الحديد هتلاقي شعرك بيتساقط بنسبه كبيره جدا. طيب في كمان حاجه بيقول لك ان قطره الليمون بعد البلسم ده بيخلي الشعر بيزيد لمعان. لا دي معلومه غلط جدا. يعني لان الليمون بينشف الشعرايه جدا. يعني المقوله دي غلط. طيب انا لو عندي واحده شعرها ناشف واطرافها تحت متقصفه وعايزه اعالج لها التقصيف ده والهيشان، اعمل ايه؟ بتعمل ترميم فيلر علشان تعالج التقصف والهيشان اللي حتى عندها. لو كان شعرها ناعم، حتى لو شعرها ناعم وفي عندها هيشان زي بنوتتنا الجميله رديله، هي شعرها ناعم وجميل اهو، بس في عندها من تحت، بصي دي اسمها قصره عريضه تمام، دي قصره عريضه فعندها هيشان بس من تحت تمام، بنستخدم له ماده الفيلر بتبقى خفيفه كده، وبندوس عليه مكوه بس ضغطه 2 وبتشطف شعرها، بتلاقي الدنيا معاها بقت زي الفل. بتستخدمه بقى على طول هي مره واحده بس خلاص، والدنيا بتظبط معاها. الدنيا بتظبط معاها بتبقى زي الفل تمام. الحنه مفيده للشعر؟ لا طبعا، ده من اسوء الحاجات للشعر، اسوء انواع الفرد للشعر، اسوء انواع الفرد للشعر، واتكلمت عليها مره واثنين وثلاثه وهفضل اتكلم عليها على طول. وكل اللي بيسوقوا حنه عارفين جدا ان هي غلط للشعر. امال بيعملوها ليه؟ الحنه، بصي الحنه بتخليكي شعرك ده عامل زي ايه؟ ناشف جدا، ناشف جدا لدرجه انت مش متخيلها، مهما تحط سيروم، مهما تحط زيوت، شعرك بعد الحنه بيبقى بشع. نطلع بس فاصل بسيط كده ونرجع لك مره ثانيه. فاصل بس صغير ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره تانية وهنطبق طبعا ماده الفيلر على الاستاذ. طبعا يعني وريه برضو الساده المشاهدين
عشان ايه يعرفوا كويس يعملوا مع اولادهم. فين المشط كمان بتهيألي وقع هاتي كده وردي هنا معلش. تمام ممكن حضرتك طب لو هتعرفي تطبقي وحضرتك قاعده على الكرسي؟ لا ما انا هقف علشان بس عشان بس الكاميرا برضو مش هينفع مش هينفع هي هتيجي بس بسيطه كده اه زي ما انت كده. بص احنا هناخد مثلا الجزء ده كده الجزء ده الشعريه بتاعتها فتلتها جميله قوي عشان كده مش بضيف لها بوتكس انا هعمل لها فيلر بس فيلر بس عشان ايه الهيشان ده ناخد حاجه بسيطه. هو ليه اضرار الفيلر؟ بالعكس الماده دي امنه جدا وانا بشتغل منها بايدي مش بستعمل فرشاه ولا حاجه. هشتغل ناخد بس مكالمه مدام زيزي. ايوه اه الو تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه ازيك يا نجوى؟ اهلا ازيك يا استاذه زيزي عامله ايه؟ الحمد لله تمام اخبارك ايه؟ الحمد لله كل سنه طيبه. وانت صحة تمام زي ما حبيت اشكرك على كمان كده على شغلك معانا تسلمي لي شغلك جميل جدا وانت مش مجامله والله تسلمي لي حبيبتي ربنا يخليك لي يا رب كل سنه وانت طيبه. انا جنبك من احسن ميك اب ارتست في مستوى دمياط كلها وقليله جدا في شغلها يعني لما تيجي تتكلم معاك تقول لك شعرك محتاج ايه وشك محتاج ايه عمرها بصراحه شغلها جميل جدا جدا وتسلم جنبك على شغلك ايه ما عملتيش شعري جميل جدا وانا فرحانه فيه تسلم ايديكي تسلمي لي ودايما يعني ادام لك وقت نجحت نجحت باذن الله. تسلمي لي حبيبتي تسلمي لي متشكره جدا متشكره جدا على المداخله اللطيفه دي. مع السلامة. حضرتك دلوقتي بتعمليها برضه احنا شعرها بيور تمام زي الفل مفيش فيها الا هيشان بس بسيط خالص وانا بس دهنت لها ماده الفيلر اهيت اهي اهي شايفين الماده اصلا قبل ما احط عليها ماكو من قبل ما اعمل اي حاجه شوف فردته وهي ريحتها جميله جدا بستنى بس 10 دقائق 10 دقائق بس وبدوس عليها بايه؟ بالمكو. استاذه نجوى سواء حطيت كتير قليل ما لهوش ضرر. لا لا طبعا بصي الحاجه مش بكترها واحنا عارفين كده كويس. لا في ناس بتاخد بالكتر بتاعها فانا بسال. الماده ممتازه جدا وانا بشتغل بها بايدي ما بلبسش اي جوانتات وانا بشتغل خالص اهو. امنه جدا على الاطفال وعلى الكبار وحتى الحوامل بعمل لهم عادي جدا بس الماده مش بكترها هي الشعرايه اهي يا دوب بحط لها حاجه بسيطه بس كده بدهنها. الشعرية بقت معايا زي الفل اهي بسيبها 10 دقايق يعني بقوم بس مدي لها مكوه خفيفه كده بس خلاص خلصت على كده تمام. طبعا البروتين بقى بتقعدوا بقى بيشتغلوا في تقريبا 6 ساعات ريحته بتبقى صعبه جدا جدا ده فعلا لكن الفيلر ده احدث صيحه في علاج الشعر فعلا هو فعلا ممتاز هو يستحق الشكر. التواصل مع حضرتك ازاي؟ عن طريق صفحه بيوت سنتر ميس نجوى او رقم التليفون. طيب في سؤال برضو بيقول لك كلما تقدم العمر بيبقى يصبح الشعر ناعم يعني كلما كبرت في السن شعر بينعم يعني حاجات غير ما احنا بنسمعها حسب اهتمامك اه لو انت مهتميه فعلا بصي الاهمال في الشعر ده بيبقى سوء تغذيه سوء اهمال منك في الاستخدام بتاعك لازم ما هسيبش انا شعري كده وكل يوم هشطف بميه وهستعمل بقى شامبوهات اي نوع وبلسم اي نوع وهتقولي لي شعري هيفضل كويس لا طبعا مش هيفضل كويس. لا استاذه نجوى احنا اتشرفنا بيكي ووقت الحلقه جري في سنه تسلمي لي احنا طبعا لنا حلقات ثانيه التواصل مره ثانيه عشان الساده المشاهدين على الصفحه بيوت سنتر ميس نجوى او رقم التليفون. طبعا احنا بكره لينا حلقه مع ميس نجوى هنتكلم عن الميك اب وتفاصيله وكل حاجه الصغيره قبل الكبيره طبعا وهيبقى معانا برضو موديل هنطبق عليها ان شاء الله استنونا ما تغيروش المحطه.